بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مدة طويلة الدولة كانت تبحث في فتح المجال للمالية التشاركية، وهذا قد استغرق سنين عديدة، إلا أن توصلت إلى أن فتح المجال له تأثير على التنمية وله تأثير على الاقتصاد، وأيضا أن هناك من المواطنين من عندهم قناعات، هذه القناعات الدينية تدفعهم إلى أن يتعاملوا مع البنوك التشاركية التي تنضبط للآراء الصادرة من المجلس العلمي الأعلى، نظرا لثقة الناس عموما في المجلس العلمي الأعلى وفي العلماء الذين هم أعضاء في هذه اللجنة التي لها الصلاحية، هي الوحيدة التي لها الصلاحية في إصدار الآراء المطابقة، وهو قطاع مكمل لقطاع آخر، ومن ناحية الواقعية لا يمكن أن يكون هذا القطاع هو إقصائي كما قد يتبادر إلى البعض، هو مكمل في حدود ضيقة وصغيرة له تأثير ما كما قلنا على التنمية وعلى الاقتصاد. مما يمتاز به أو يختص به هذا القطاع التشاركي هو أنه لا يتعامل بالفوائد، وأنه لا يمول إلا الأنشطة التي تكون مشروعة ومطابقة للمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى أنه مراقب من السلطات الإشرافية ومراقب من ناحية الآراء من المجلس العلمي الأعلى، وأن المنتوجات ليس منتوجا واحدا وإنما هي منتوجات عديدة كلها في الاقتصاد الحقيقي. فالبنك التشاركي لا يبيع نقدا مقابل نقد، وإنما يبيع سلعا مقابل نقود، أو أنه يشارك في عمل. بهذا يأتي هذا اللقاء التواصلي الذي أراد أن يفهم الناس بأن هناك مجهودا كبيرا يقوم به العلماء من أجل تلبية المنظومة الشرعية والقانونية مع السلطات الإشرافية من أجل عمل البنوك التشاركية، وأيضا من أجل أن يفهم القطاع المقاولات والشركات بأنهم أيضا مدعوون إلى فهم حقيقة هذه المالية التشاركية. ربما قد يجدون ما يريدون، قد يجدون منتجات وخدمات أيضا تحترم قناعاتهم، وهذا يسهم، خاصة أن من الذين يؤيدون التعامل مع الشركات إنها التي توظف، هي التي تشغل، هي التي تسهم فعلا في الاقتصاد الوطني، في الانفتاح عليها هذا في غاية الأهمية. من هنا يأتي هذا اللقاء أيضا ليجيب عن أسئلة جوهرية حقيقة يطرحها الناس بكل شفافية، فنحن في عالم مفتوح، عالم مفتوح، الناس يسألون ويناقشون، لابد من أن تكون هذه البنوك عندها القوة على الإقناع، ليس فقط الاعتماد على الشعور العاطفي أو الشعور الديني، هذا غير هذا 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 ليس صحيح من ناحية الواقعية، وإنما لابد أن تقنع الشركة بأن لها مصلحة في عندما تتعامل مع البنك التشاركي. عندما يأتيك شخص هو مقتنع وقد فهم بأنه قد أتى إلى هذا البنك التشاركي وهو يدري ما يفعل، هذه هي الأمور التي يمكن ذكرها. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.